السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم، رجعت لكم بروتين جديد. اليوم 14 البنات، الليله ديال 15، النص ديال رمضان غادي كيطير هذا الشهر هذا اللي بحالي البنات، وحسب هذا الشهر هذا غادي طاير زعما يلا بدا رمضان، احنا وصلنا له النص. الله يتقبل منا كاع الاعمال اللي درنا وكاع الحويجات اللي كنديروا في هذا الشهر هذا، خصوصا المراه يعني اللي كتكون خدامه وكتجي منها فطور منها هكا، يعني الله يحسن العوان وزعما الله يجعل اي حاجه درناها تكون في الميزان الحسنات المقبول. المهم البنات، هذا النهار هذا غادي نشارك معكم اهم الحوايج اللي درت. المهم هنا كما كتشوفوا هذا النهار كان عندي الصابون، كانوا عندي جوج ماكينات جا مع الصابون، المهم كانوا جوج ماكينات كما شفتوا، يعني درت وحده كتنشف وشعلت على الاخرى. وفي نفس الوقت عندي يعني اليوم بغيت ليله ديال النص، كنبغي نبخر، كنبغي نقي، كنبغي بزاف الحوايج ندير، كندور على الدار ديك الدوره يعني ديال حشاكم التواليطات كنمسحهم هكا. اليوم غادي نشارك معكم هذه الصاله وهنايا يعني كل شيء غادي نقي. المهم كما كتشوفوا الوقت اللي غادي يتصبنوا لينا الحويجات غادي نقضي فيهم انا حوايج اخرى. هنا يعني بديت كنمسح هنايا عندي هاد الطجرات هادو، غادي نمسح لهم شي شويه هاد الدجاجات هادو، وغادي نقاد لهم ثاني الديكور من جديد. وراكم معايا البنات. المهم البنات كما شفتوا قديت دوك الطجرات على هذاك الشكل، يعني رجعتهم كيف ما كانوا، غير مسحت لهم شي شويه الغبره وهكا. وهنا حيت هاد البوفات باش غادي نشطب هاد الزربيه اللي كنلقى عليها بزاف البنات، خصوصا الاخوات اللي بحال في تيك توك ولا في الانستغرام كيسولوا عليها. هادي البنات ما شارياش من هنا، راه باينه يعني من الزواقه ديالها وهكا، هادي جايه من المغرب، يعني صنع ديال المغرب وجايباها من المغرب، ما شارياش في هاد البلاد السعيده. ما عمرني ما لقيت شي زربيه بهاد الشكل صراحه. تكال كتلقاي شي زربيات اللي كيكونوا زعما فيهم داك النقش وداكشي ديالنا، ولكن ماشي بهذا الشكل. المهم هذه راه جايباها من المغرب، يعني جايه يمكن شكون وقيلا كان جابها ناسي ملي كانوا جايين الامريكان جابوها معاهم. المهم صافي كما شفتوا كملت الدنيا، ودابا ان شاء الله غادي ندخل لهذا الحمام هذا، غادي حتى هو غير غادي نمسحو شي شويه بحال هكا، نعقملو حشاكم التواليت ديالو هكا ضروري بحال هكا، يعني كنضرب واحد المسحه.
وهنا هاد ما عرفتش السميه ديالهم مشات لي من دماغي. المهم هادو كما كتشوفوا هكا حل كنديرهم بحال هكا في الحمام، وكرش عليهم اي زيوت الاساس عندكم اولا معطر ديال الجو كرشوا عليهم. هما اصلا ملي كيتخادوا المره الاولى كتكون فيهم الريحه، يعني كتكون ديك الريحه الزوينه، ملي كتبدا يعني ديك الريحه كتموت ليهم كنخليهم بحال هكا كي المنظر ديالهم زوين، غير كرش عليهم كما كتشوفوا معطر الجو اولا اي زيوت اساس كي شغنقول لكم البنات كيعطيو واحد الريحه يا سلام، خصوصا ملي كيتسد الحمام وكيبقى وكتجي تحليه واحد الريحه كتعطي يا سلام. وانا هذا المعطر هذا ديال العود هو اللي كيعجبني، يعني كنديروا الاكثريه بحال هكا في الحمامات، يعني في البلايص بحال دابا البلاصه ديال الصابون فين صبنت، يعني كنديروا الريحه ديالو زوينه بزاف، يعني كتخلي واحد الريحه ديال النقاء في الدار. مهم كما كتشوفوه الحمام سالينا منه، غادي نطفيو الضو ونسدوه وندوزو لحاجة أخرى إن شاء الله. وهنا كما كتشوفوا البنات، يعني من بعد ما مسحت المراية، مسحت يعني اي بلاصه كندوز واحد زويف في الايديالي كنمسح يعني اي حاجه اللي تكون بحال هكا فيها غبره، اللي تكون فيها شي حاجه، وضربت كما شفتوا الشطبه، يعني شطبت الزربيه وهكا، وضروري شويه ديال القران، منها يعني كنصنتوا القران، منها يعني كنطردوا اي طاقه سلبيه واي شياطين واي حاجه كتكون عندك في دارك كتلقيها. انا الاكثريه بحال هكا ملي كنكون كنشقى ولا هكا كنطلق القران الاكثريه، يعني من غير الوقت اللي كتبغي تجلسي وتقراي فيه وتصنتي على خاطرك، وقت ملي كتكوني كتشقاي من الاحسن تلقوا القران. صافي هنا كما كتشوفوا من بعد ما مسحت كل شيء وعقمت كل شيء بقات لينا التعطار البنات. غادي ندير شويه ديال البخور نبخروا الدار، اصلا يعني ليله نصف في رمضان، وانا الاكثريه كنبخر يعني الاكثريه في الايام ديال رمضان كنبخر خصوصا ورا الفطور. هاد النار هذا من بعد يعني ما نقيته ما هكايا كنبغي يعني نختمها بريحه البخور في الدار، كتحس بواحد النقاء وواحد الراحه نفسانيه، صافي كتحس براسك باللي راه ساليتي راه ساليتي كلشي ملي كتبخر بحال هكا. صافي من بعد ما بخرت الصاله حتى هي دست لهنا البلاصه ديال الحوايج، هاد الخدمه كاملين اللي درناها مع نيشان مع حوايج الصابون سالاو كما كتشوفوا، بقات دقيقه وغادي نحيدهم من الشافه صافي، وغادي نحيدهم باش يطواو ويرجعوا. وصافي بطبيعه الحال يعني اي بلاصه كنكملها والا كنعطرها وكنسد الباب ديالها كتبقى يعني مزموطه ديك الريحه، كتجي كتبقى واحد الريحه زوينه 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 بزاف. صافي هنا كما كتشوفوا نيشان، دابا بقى لي غير غنطلع هاد الحويجات وندوزو ان شاء الله باش نبداو نوجدو في الفطور. بالنسبه للفطور البنات انا ما طيبتش معكم، يعني ركزت غير في غادي نقول لكم يعني تاخذوا افكار اشنو حضرت لهذا النهار. هنا درت خضيره كتفور، شويه ديال اللوبيا شويه ديال البراكلي، ودرت الروز درتو بالنسمه ديال الحوت، درت له عطريه الحوت وورقه سيدنا موسى. وهنا الحريره عندي واجده غير كندفي فيها، يعني البلان الاساسي ديال هاد ديال هاد الفطور هو هاد الاخطبوط. هنا درت هاد الرجلين هادو الكبار كيهزو شي شويه طياب البنات. المهم هنا نصبتهم بنصب عادي، درت له العطريه ديال الحوت، درت له ورقه ديال سيدنا موسى، شويه الملح، شويه البزار، ودرت له شويه ديال التحميره على حسب هاد اللون الزوين، ودرت له عصره ديال الحامض والثوم بودره. وهاد يعني اول حاجه بديت بها هي البصله البنات، هذه واحد الاضافه ضفتها ليها وعطات النكهه ديالها. خديت واحد البصله اللي شلطتها وعسلتها هي الاولى، يعني نزلتها فوق بوطه مهيله بشويه ديال الزبده تتعسلات مزيان، عاد ضفت ليها الاخطبوط ودرت العطريه اللي قلت لكم وخليتها يعني كطيب، درت لها شويه وخليتها كطيب. هنا البسطيله البنات هادو جبتهم غير من المجمد، يعني كانوا عندي موجودين هادو بسطيله ديال الدجاج كنجبدهم من المجمد ديريكت لاطي الفران يطيبو، كيجيو مقرمشين بحال يلا خدمتيهم في نفس الوقت. هنا البنات كما كتشوفوا
يلا نقول لك كيما كشوفونا نشوف الحرقه. انا كنوريكم الحرقه حيت لقيت واحد الاخت اللي قالت لي مسكينه حرقتي ايديك. رانا ما حرقاش غير حرقه وحده، راه حرقات هما انتو البنات. شو عرفتوا علاش؟ لحقاش انا من النوع اللي ما كندخلش الكوزينه بكري، يعني كندخل حتى الدقيقه 90. شتي داك القضيه اللي كنقول الدقيقه 90، راه ديما حتى الدقيقه 90، يعني حتى كنصلي العصر وهكا عاد كنوض نبدا ندخل الكوزينه نبدا نوجد. وكنبغي يعني نشعل كل شيء، يعني كنقول وقفه 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 نقضي بزاف الحوايج في دقه واحده. المهم رجعوا للاخطبوط كما كنشوفوا البنات، من بعد ما صافي حتى كيطيب كنضيف ليه ضفت ليه تما الفلفله من الاولى، وضفت ليه هذا الفطر اللي مقطعاه يعني طريفات كبار باش يبقاو باينين، وخليتهم يعني حتى كيشربوا ديك لاكامو كيطيبوا على خاطرهم. بالنسبه للشلاضه، درت شلاضه يعني درتها ديال الورقيات مع شويه ديال الافوكا، شويه الخيار، شويه البيض، شويه ديال السلمون مدخن. وهنا الرز شوفوا كيفاش كيجي البنات، راه كيجي حبه حبه. انا راه هذيك المقيله البنات حطيتها بمقيلتها، يعني ما سخيتش بهذيك الصوص نحطها نبقى نبدل فيها من التفصيل للتفصيل، قدمتها بحال هكاك. وهذه هي الطبله ديالي البنات. هنا البسطيله كما كتشوفوا شي درت له سكر كلاصي والقرفه، شي درت له العسل واللوز. هذوك السكر كلاصي والقرفه هذوك ديال وليداتي، ما كيبغوش هي بسطيله مزوقه بحال هكا باللوز. مهم داكشي انا دايره الخاطر لكل واحد. وهذه الطبله ديالنا كما كتشوفوا، يعني منوعه من شكلها كما كتشوفوا، اللوينات هكا هكا شويه شويه من الحاجه، ولكن غنيه فيها كل شيء. وهكا كيفاش كتجي الحطه البنات. وما بقى لي غير غادي نودعكم ونقول لكم بالله يتقبل منا ومنكم سائر الاعمال. واللي قال لي حرقت ايديها في هذا رمضان الله يجعلها لها في ميزان الحسنات المقبول.